متحمس جدا ان سوق المشروعات الصغيره والمتوسطه يبقى فيه نموذج. انا الحقيقه الشركه دي بما ان انا رئيس تنفيذي لها حبيت انها تبقى موجوده في مؤشر تميز. الاقبال على الطرح اتغطى الطرح العام 27 مره في ظل طرح اي فاينانس الضخم ده. فالحقيقه ده انجاز كبير جدا لوثقه المستثمرين في شركه في صغيره في بورصه المشروعات الصغيره والمتوسطه، وده انجاز كبير يعني. لو اتكلمنا احنا 57 مليون ده الحصيله دي هتوظف في ايه؟ يعني الحقيقه هتدعم المركز المالي لشركه المصير للاسكان والتنميه والتعمير اللي هي الشركه القابضه للشركه، ويمكن يضخ منها بعد كده زيادات رؤوس اموال في الشركات التابعه ومن الشركه دي. الشركه لها مشروع تطوير كورنيش المعادي، عايزين نتكلم عن المشروع، حجمه، استثماراته، بدء التنفيذ، الانتهاء منه. هو التنفيذ هيبدا خلال شهر من دلوقتي، حاليا في مرحله اعاده هيكله التراخيص للمشروع، وحاليا بداوا يعني في اعمال الحفر وما الى ذلك، وان شاء الله باذن الله نامل ان احنا نبدا على اخر السنه دي، على اخر 2021. والمشروع عمره 3 سنين تنفيذ، وينتهي مشروع تجاري اداري فندقي، ممكن يبقى يعني في منتج كويس قوي للسوق المصري يعني السوق العقاري. حجم الاستثمارات حوالي 1.5 مليار جنيه، وحجم الايرادات المتوقعه حوالي 4.5 مليار جنيه.